وبنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء، في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية. كمان في فرص أمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وشمال الصعيد. وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. يمكن النهاردة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، لكن برضو في توقعات لأمطار خفيفة بالليل، فأخبار الجو إيه النهاردة؟ بالفعل يمكن في استمرارية لارتفاع قيم درجات الحرارة، ويمكن كمان اليوم هيكون في ذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة، لأن متوقع العظمى على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار توصل ل 32 درجة مئوية، وده أعلى طبعا من المعدلات الطبيعية بحوالي 7 لـ 8 درجات ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، وده في معظم محافظات الجمهورية نتيجة إن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من الصحراء الغربية. الكتل دي بتبقى مرتفعة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها خلال فترة النهار، كمان تأثير لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده بيساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم درجات الحرارة. احساسي بالطقس خلال فترة النهار ان هو طقس حر في معظم محافظات الجمهورية، في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، جنوب البلاد، شمال وجنوب الصعيد، وخاصة كمان في وقت الظهيرة بيكون مع شدة الأشعة الشمسي بحس بالارتفاعات الكبيرة في قيم درجات الحرارة. لكن برضه احنا بنقول ان الكتل الهوائية كتل هوائية صحراوية نسب الرطوبة فيها بتكون منخفضة، فعشان كده انا ما بحسش بالارتفاعات دي لو انا موجود في اماكن مغلقة او في اماكن ظل. الارتفاعات بحسها بس وانا موجود في الشارع تحت اشعه الشمس، لان نسب الرطوبه بتكون منخفضه. كمان خلال فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس في تحسن كبير في قيم درجات الحراره خلال فتره الليل. هو طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره، وهنلاقي فرق قيم درجات الحراره بين النهار والليل بيتجاوز ال 10 وال 11 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، لكن ايضا درجه الحراره الصغرى اصبحت مرتفعه عن الليالي الماضيه، فالصغرى فتره الليل بتوصل ل 19 درجه مئويه على القاهره الكبرى، فبالتالي اجواء فتره الليل بتكون اجواء ما بين اللطيفه والمائله للبروده، خاصه فتره الليل المتاخر فترات الصباح الباكر. يمكن الاماكن المفتوحه بشكل كبير، الاماكن اللي بيكون لها ظهير صحراوي، المدن الجديده ممكن تكون قيم درجات حرارتها فيها احسن بالبروده عن المحافظات الداخليه، لكن بصفه عامه الاجواء لطيفه بشكل كبير في معظم المحافظات خلال فتره الليل. كمان طبعا متوقع اليوم يكون في بعض الاتربه والشوائب العالقه موجوده في سماء القاهره الكبرى. كنت لسه هسال حضرتك على موضوع الاتربه ده عشان مرضى الحساسيه، فيعني عايزين نعرف امتى تنتهي الرياح المحمله للاتربه. هو طبعا الاتربه هتبقى معانا النهارده، هي مش هيكون سرعات رياح موجوده، هو الهواء هيكون فيه اعتدال بشكل كبير، لكن هيكون محمل ببعض الاتربه كده. الاتربه العالقه دي بتؤدي لانخفاضات في الرؤيه الافقيه في القاهره الكبرى والوجه البحري وبعض الاماكن كمان من محافظات شمال الصعيد ومدن القناه. سرعات الرياح بتزيد بشكل كبير في المنطقه الغربيه، يعني في السواحل الشماليه الغربيه والصحراء الغربيه ممكن يكون فيها نشاط للرياح سرعات تتجاوز 35 كيلومتر على الساعه، فبالتالي ده هيؤدي لاثاره الرمال والاتربه، يعني نشاط الرياح المساحب للاتربه والرمال المثاره هيكون في السواحل الغربيه والصحراء الغربيه. كمان اليوم طبعا متوقع مع فترات المساء وساعات الليل هتبدا الانخفاضات في قيم درجات الحراره في المنطقه الغربيه بسبب ان في مرور لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا هيبدا معانا فترات الليل وفترات المساء، فهيكون طبعا في فرص لسقوط الامطار. امطار اليوم هتكون امطار طبعا متوسطه بشكل كبير في المنطقه الغربيه، السواحل الشماليه الغربيه، مطروح، السلوم، الاسكندريه، مناطق كمان من الصحراء الغربيه، وايضا بعض الاماكن من محافظات شمال الوجه البحري. طبعا الامطار بتكون في اماكن متفرقه وفترات متقطعه. مع الساعات المتاخره من الليل يعني ليله الجمعه في الساعات المتاخره اللي فيها فرص الامطار هتبدا تشمل بعض المحافظات الداخليه، فعندنا ايضا فرص للامطار الخفيفه في مناطق من القاهره الكبرى، جنوب الوجه البحري، مدن القناه، بعض الاماكن كمان من محافظات شمال الصعيد، وهتستمر معانا الامطار لحد صباح يوم الجمعه ان شاء الله،
يمكن ممكن كمياتها تزيد عن الخفيفة في بعض الأماكن من القاهرة الكبرى، لكن إن شاء الله في مجملها ما تأثرش تماما على أي أعمال أنشطة يومية، ومع فترة الظهيرة هتنتهي الأمطار إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، وتعالوا مع بعض دلوقتي سريعا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19، أيضا العاصمة الإدارية 32-19، الإسكندرية 29-15 والعلمين الجديدة 28-16، مطروح 25-15 ودمياط 28-19، بورسعيد 28-18 والإسماعيلية 33-19، في السويس العظمى 32 والصغرى 18 والعريش 32-18 أيضا، كاترين 26-8 وطابة 28-17، حلايب 28-19 وشلاتين 29-17، شرم الشيخ 29-19 والغردقة 31-17، الفيوم 32-17 وبني سويف أيضا 32-17، أما الوادي الجديد 33-19 وأسيوط 33-17، سوهاج 34-17 وإنا 36-19، الأقصر 35-20 وأسوان 35-20 أيضا. كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة مرة أخرى لمحمد وجمانة ومتابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا.